وال44 فيهم المحرض الاستاذ محمود ابراهيم الخطيب، لانه هو قال انا دي توجيهاتي الشتيمه بتاعت سيد عبد الحفيظ يا كل الصفحات نزلوه، يبقى انت بتحرق. فالقانون في حاجه اسمها التحريض او مسافه جنائيه الاشتراك والاتفاق والتحريض. المهم ففي الاجتماع دوت كابتن حسن حمدي اعترض على جمال سيد، كان حاكم اسمه جمال سيد على ما اتذكر، واحنا اعترضنا على ادري عبد العظيم. فكتبنا وكان من رئيس الاتحاد ايام المحترم جدا جدا اللي هو حرب الاحشر، رئيس الواحد لسه فاكره.